تبحث المرأة السعودية عن أحدث التقنيات التجميلية للحفاظ على شباب بشرتها وعلاج عيوب الجلد بطرق حديثة وفعالة بدون اللجوء إلى الجراحة التجميلية ومخاطرها. اليوم راح نعرفكم على أحدث التقنيات الجديدة اللي غزت عالم التجميل في السعودية. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم. العناية بالبشرة تعتبر من أهم الحاجات عند الإنسان، كونها تعتبر هي الواجهة الرئيسية عند مقابلة الناس. تعددت الوسائل والتقنيات الحديثة في المحافظة على نظارة البشرة، وتعتبر الماسكات لها اهتمامات كبيرة عند الكثير من الناس، وفي منها استخدامات منزلية يتم تركيبها من المنزل، وأيضا هنالك منتجات خارجية تقوم بنفس الفوائد وتعطي نظارة للبشرة وتجدد الخلايا، وهي تعتبر من الاستخدامات الرئيسية بالعناية في البشرة. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع معانا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر الدكتورة دينا. أهلا دكتورة دينا. أهلا وسهلا بك هود. دكتورة دينا، أحدث شيء في السعودية في التجميل من غير جراحة. طبعا دلوقتي كل الناس بدأت تهتم ببشرتها أكتر، وأنت عارفة دايما البشرة هي الإيمج بتاعت الإنسان، ففي اهتمام كبير بيها تفضح العمر طبعا كل شيء. فطبعا ودلوقتي كلنا عايزين نعمل نحسن بشرتنا بس بدون ما نرجع طبعا للجراحة. فطبعا الاهتمام بالبشرة، كل ما أنا بالعكس أبدأ بالبشرة بدري مبكرا، النتيجة بتكون أفضل كتير وأسهل والنتائج بتكون أحسن. من أحدث الحاجات حاليا كتقنيات التجميل بدون جراحة لشد البشرة طبعا هي الخيوط والهايفو، ودي من أحدث التقنيات الموجودة حاليا بدون أي عمليات جراحية. طيب تلائم كل الأعمار، كل الأوزان مثلا، كل ترهلات الجلد، البشرة، العمر، إيش اللي؟ طبعا مهم جدا اختيار المريض اللي هيعمل التقنية دي يكون مناسب عشان يستفيد منها وياخد منها نتيجة. مش كل الناس ينفع تعمل هايفو، مش كل الناس تنفع تعمل خيوط، لا، لازم اختيار الحالة اللي فعلا تصلح معاها. وعمر أبدا ما كان الهايف وحتى والخيوط كبديل عمليات الجراحية للشد الجراحي. في ناس بتكون الوضع معاها متأخر جدا، زي ما قلت لك الناس اللي اتأخرت انها تبدأ تهتم بالبشرة بيكون الوضع صعب جدا، لا لازم ساعتها ما بيبقاش هيكون في حل غير لازم تعمل عملية شد جراحي. وساعتها لو عملوا الهايف او عملوا الخيوط يكون الكومنت بعدها ان احنا عملنا وما استفدناش او ما لقيناش فرق او النتيجه ما كانتش مستمره. دكتور انا احس هذا كمان يعتمد اكثر شيء على امانه الدكتور وصدقه، لانه طبعا في ناس تروح ما تعرف يعني انه انا لازم اتجه لهذا الخيار. مظبوط، عشان كده مهم جدا ان اعمل تقييم اول حاجه واسسمنت للبشره بتاعتي، اشوف انا محتاجه لا او لا، سواء كانت خيوط سواء كانت هايف سواء كانت اي حتى تقنيه ثانيه. لانه زي ما شرحت لك الخيوط مش تنفع مع كل الناس، مش مع كل الحالات، في حالات في درجات معينه للترهل الخيوط تديها نتيجه فوق الممتازه، في حالات الهايفو تديها نتيجه فوق الممتازه، لكن في حالات الترهل الشديد او وجود ثنايا للجلد او وجود بالضبط زي اللي هنا تطلع كذا بعض الاحيان بعض البنات الجاوز الموجوده اللي هنا مثلا، في حاله زي كده لا يفضل الاول ان يتعمل لها تدويب للدهون الاول وبعدها ممكن اشتغل بالهايفو عشان اشد الاماكن. طب دكتور ليش موقص؟ يعني هو جلد احس لما اذوب الدهن، طب في جلد فين يروح؟ على حسب بقى، في حالات بتبقى فعلا ترهل كبير جدا ساعتها زي ما شرحت لك دي جراحه، لكن حالات بسيطه ودي طبعا مش هتحدد غير لازم الدكتور يفحص الحاله، ساعتها بالعكس ممكن ادوب بس الدهون ولما اشتغل بالهايفو هيشد المنطقه دي فيديها نتيجه فوق الممتازه جدا، مش محتاجه ساعتها جراحه للحالات البسيطه طبعا. طيب التقنيه الجديده في تجميل الانف. الانف من اكتر الحاجات حديثا بقى فيها تقنيات جديده وبدات شويه للحالات البسيطه تستبدل بيها العمليات الجراحيه مثل الخيوط. الخيوط من الحاجات الممتازه جدا لتجميل الانف انها بتعمل تنحيف للانف وتحديد لعظمه الانف. والبعض الناس عشان افهم شوي معليه، اتفضل. اذا جينا تنحيف للانف يعني ممكن الخشم العريض يحطها وينحف لحد درجه معينه؟ طبعا لازم تكون الانف العريض جدا
زي ما قلنا برضو لازم هتكون جراحة. لكن لو حد عنده شوية مثلا يعني مو تنحيف، يعني يقوم الخشم شوية بالضبط، يبقى مور سلام أو يبقى فيه تنحيف شوية. نفس الكلام برضو للجزء السفلي من الأنف، دايما الناس مع الضحكة تبدأ تلاقيه بيزيد في الحجم، فلما بتحقن فيه البوتوكس تبتدي نقول بيزم الحجم شوية أو الأنف شوية أو بيخليه يبقى يظهر أكنك عاملة كونتورينج مثلا للأنف. طيب دكتورة، الابتسامة الحزينة هذه، ايوه تقصد الابتسامه اللثويه ولا الخطوط التجاعيد؟ خطوط التجاعيد الموجوده اللي حوالين الابتسامه لو هي درجتها بسيطه ممكن مع البلازما تتحسن جدا ويتعمل لها امتلاء، سواء كانت بالبلازما العاديه او من التقنيات الحديثه دلوقتي اللي هي البلازما فيلر. لو طبعا خط عميق جدا بيتم عمليه بيتحسن بالامتلاء بالفيلر، والتقنيه الحديثه بقى ان احنا بنحط الفيلر انواع معينه من الفيلر بتدي شد في منطقه الخدود، فلما بشد المنطقه ديت يبدا يتحسن مباشر اوتوماتيك للخطين دول، ودي التقنيه الحديثه دلوقتي في علاج خطوط الابتسامه اللي حوالين الفم. فمجرد احنا بنحقن المنطقه اللي هنا تبدا انواع معينه من الفيلر تعمل رفع، تعمل ليفتنج. لازم اولا لازم نوعي الناس كمان لما تروحي تحقني في اي عياده لازم تطلبي من الدكتور، يعني هو المفروض يقول لك اوريدي خدي صوره للفيلر بتاعك واعرفي النوع ايه. لو هو ما قالكيش انت لازم تشوفي النوع وتتاكدي منه وتكوني متاكده 100% انه انواع كويس، لان دلوقتي طبعا العيادات للاسف بقى فيها اماكن كتير وبنشوف الاسعار بتبقى اسعار يعني لا تصدق، وده مش بيرجع لاي شيء الا لسوء الانواع المستعمله. فنكون حريصين جدا وما نجريش ابدا ورا الاسعار اللي تكون رخيصه، لان للاسف دي اللي بتعمل المشاكل الكبيره، وكلنا بنتابع على الانستجرام وعلى السناب شات المشاكل اللي بتحصل من الفيلر بالضبط، نتيجه تقرحات التهابات طبعا، او يحصل رياكشنز، يحصل حساسيه في البشره، تعمل مشاكل، تعمل تورم، ده كله بيبقى نتيجه طبعا لانها انواع بتكون سيئه. يعني دكتورة، بعض الناس يطلبون طريقة معينة في رسم الشفايف. مظبوط، وأنا معاهم فيها. طريقة تدخيل الإبرة أحس تتحكم أنه ما يكون فيه كلاكيع للشفة. شوفي طبعا ان يحصل كلاكيع بعد حقن في الشفايف هم عاملين مش عامل واحد، اولا طريقه حقن الدكتور دي مهمه جدا، تاني حاجه الكواليتي بتاعت الفيلر المستخدم. أوكي. ده اللي بيؤدي انه ممكن تعملي فيلر يحصل فيه اي تكتلات او فيلر تاني يبقى الامور كويسه جدا، ومش المفروض ابدا ان بعد حقن الفيلر سواء كان في اي مكان في الوجه يحصل فيه تكتلات، سواء كان تحت العين، في الشفايف، في التكسس، في الخدود. الفيلر الانواع الكويسه بتبقى هوموجينس، متجانسه مع البشره، تبدا تحفز الكولاجين، تحسن البشره، تحسن حتى التكتشر بتاع البشره، تلاقي البشره حتى نفسها اتحسنت من بعد الفيلر، لانه بيشتغل كمان على تحفيز الكولاجين. فمش المفروض طبعا ابدا ان يحصل اي تكتلات. تكتلات معناها طريقه حقن مش مظبوطه او الماده نفسها الكواليتي بتاعتها سيئه. طيب دكتور، الكات سمايل. اوكي، الكات سمايل دي ببساطه بتبقى رفع لثوية الفم الشفايف بالبوتوكس، بحيث ان احنا لما نيجي نضحك تبقى الكورنرز بتاع او الزاويه بتاعه الفم مرفوعه. هذه دي بنسويها بالمحدد حق الميك اب، بنفتحها من هنا بالظبط، فبتتحقن بنقط معينه. أوكي. بحيث تدي الكات سمايل او الابتسامه تكون مرفوعه من الزاويه، وبتصلح كتير قوي اللي هي خطوط الحزن اللي موجوده عند الزاويه بتاعه الفم. بس دكتوره، احس هذه المنطقه بالذات حساسه جدا، يعني اي غلطه طبعا خلاص طبعا، يعني خاصه ممكن هي تعمل ميلان. لازم الدكتور يكون متمرس. أكيد. وشاطر بنفس الوقت. هو عموما البوتوكس في اللور فيس محتاج حد يكون اكسبرت واخد شغله فيه طويل، لان طبعا اي غلطه فيه لا قدر الله ممكن تعمل ميلان في زاويه الفم، تعمل مشاكل حتى في لما تيجي مثلا تشربي بيشاليمو كذا ممكن تاثر على حركه الشفايف في الشرب او في الحياه اليوميه يحصل ميلان. طيب دكتوره، بالنسبه لابره التفتيح، اوكي، هي صحيح ولا كده بس كلام؟ اوكي، ابر التفتيح في منها نوعين. في انواع اللي هي تتاخد في الوريد ودي منتشره ويوميا في العياده الناس بتيجي تسال عليها، وفرصه بقى من خلال برنامجك احنا هنحذر منها، اللي هي الجلوتاثيون انجكشن في الوريد. وفي نوع تاني اللي هو الجلوتاثيون كمان بنحقنه في طبقات الجلد عشان التفتيح. أوكي. اللي بنقول عليه الميدوثيرابي. الميدوثيرابي ده معلهوش اي مشاكل تماما، من الحاجات الممتازه جدا لنضاره البشره، سواء حقناه بابر عاديه او عملناه بالديرما بان بالكونسبت بتاع المايكرو نيدلينج، وساعتها بيكون معاه فيتامين سي وهيالورونيك اسيد اللي عليه بقى، وده اف دي ابروفد معلهوش اي مشاكل تماما. النقطه الثانيه بقى حقن الجلوتاثيون في الوريد، ومن الحاجات المنتشره والى الان في عيادات بتعملها، ولكن طبعا ولا هو مصرح به من هيئه الغذاء والدواء ولا هو اف دي ابروفد، ونزلوا بيبرز كتير تحذير منها. في كيس ستايز لحالات كتير قوي لقوها انها بتؤثر على الكبد وبتعمل فشل كبدي.
في حين طبعا ان حتى النتيجه بتاعته ان هو بيعمل توحيد لون الجسم وتفتيح بتكون مؤقته لمده 3 ل 4 شهور. أوكي. وده دايما كان كومن وكنا بنشتغل بيه زمان قبل طبعا الابحاث ما تتطور ويثبت ان هو خطا جدا وبيأثر على الكبد. مثلا واحده عروسه عندها مناسبه لان حتى نتيجته مؤقته، لكن طبعا بعد الابحاث دلوقتي خلاص كل العيادات وقفت الشغل بيه تماما لانه ممكن يأثر على الكبد ويعمل فشل كبدي، فبالتالي يعني it's not worth ان انا أثر على حاجة داخلية حتى عشان نتيجة مؤقتة. فاحنا طبعا بنحذر منه لان برضو يوميا بنتسأل في العيادة عليه على حقن التفتيح للجسم اللي هي في الوريد، لكن الحقن الموضوعي الميدوثيرابي ما فيش مشكلة فيه أبدا. طيب أحدث تقنيات علاج الشعر؟ علاج الشعر من الحاجات التقنيات الحديثة، وإن كانت موجودة في أوروبا بقالها فترة طويلة بس بدأت بقى مؤخرا في الست سنين الأخرانيين بدأت تكون موجودة في الميدل إيست ومؤخرا طبعا في الرياض، هي الخزعات الذاتية. أوكي. الخزعات الذاتية أو ريجينيرا المايكروغرافتنج، ببساطة فكرتها إن إحنا بنبدأ ناخد 3 خزعات من مكان في نفس الشعر. طبعا اتعمل للناس أوريدي اللي عندها حالات الصرع الوراثي بس الدرجات البسيطة. أوكي. مش الدرجات الشديدة. يعني مش برضو دي نقطة مهمة، مش الناس اللي أوريدي دخلت في مرحلة متأخرة إن بدأت خلاص بقى اللي محتاجة زراعة للشعر. أوكي. ساعتها مش هتستفيد من المايكروغرافتنج. يعني ممكن اللي عندها فراغات خفيفة ثعلبة. أوكي. لا ثعلبة قصة تانية، لا مش هتستفيد قوي منها، الثعلبة ليها علاجات تانية. لكن دي أكتر لحالات الصرع الوراثي، لحالات الفقد العام بالشعر اللي بدأ يحصل فعلا، بدأت الكثافة بتاعت الشعر تقل، حصل ثيننج أو حصل ترقق للشعرة، فبدأ الشعرة تبقى رفيعة شوية، فبدأ الشعر يبقى ضعيف ما فيهوش نضار ما فيهوش لمعة unhealthy. فالحالات دي هتدي نتيجة ممتازة جدا مع الخزعات الذاتية. كيف طريقتها؟ ببساطة طريقتها ان احنا بناخد 3 خزعات من مكان في فروة الراس يكون الشعر فيه طبيعتها سميك وقوي جدا. أوكي. وبرضو دي نقطة مهمة، لازم اختيار الدونر اريا او المكان اللي باخد منه الخزعة يكون مكان قوي وطبيعة الشعر فيه ممتازة. باخد الخزعات بيكون عددها 3 بأداة معينة، بتبقى بوينت 5 ملي متر، يعني ما رح يبان، صغيرة جدا بدون على فكرة ولا في سوتشرز، يعني مفيش خياط ومفيش أي شيء. أوكي. هي بتقفل لوحدها، بتحط عليها بلاستر وذن 2 دايز خلاص بتقفل تماما. 3 خزعات بتحطه في جهاز معين، الجهاز بالضبط ببساطة فعلا بيعمل طحن للخلايا دي، وبالتالي بنبدأ ناخد الخلايا الجذعية اللي موجودة فيها، الستيم سيلز الموجودة مع محفزات الشعر اللي موجودة جوه الخزعات اللي احنا أخدناها، وبنسحبها بإبر عادية وبنتم حقنها عادي جدا زي جلسات البلازما بالإبر دي في الأماكن اللي الشعر فيها طبيعته ضعيفة. أوكي. اللي هنستفيد منه اللي احنا بدأنا ننقل الخلايا الجذعية اللي موجودة لمكان قوي، نبدأ نوديها لمكان ضعيف، يبدا يغذي بقى البصيلات بتاعه الشعر ويحفزها، وبيبدا ندخل حاجه اسمها بروجينيتور سيلز، دي سيلز عندها القدره ان هي تحفز البصيلات انها ترجع مره تانية تطلع شعر جديد، فبالتالي بيحسن الكثافه بتاعه الشعر، بيعبي الفراغات اللي موجوده، وبيقوي اوريدي البصيلات اللي كانت ضعيفه بسبب طبعا الفقد بتاع الشعر اللي موجود. اوكي. الريجينيرا طبعا من التقنيات يعني فيري سمبل، ما فيهاش اي مشكله، بتتعمل في العياده، التقنيه بتاخد اكتر مش اكتر من 30 دقيقه. في اوروبا طبعا بقى لها وقت طويل وعطت نتائج فوق الرائعه، ومؤخرا بدات تكون موجوده في ميدل ايست. طيب دكتوره عموما كم جلسه يحتاج الشخص؟ في الحالات البسيطه ممكن يحتاج جلسه واحده ويكررها ممكن بعد سنه سنتين، لو حالات شديده ممكن يحتاج جلستين وتتكرر كل 6 شهور. طيب متى ابدا النتيجه اشوفها؟ تبداي تشوفي النتيجه طبعا، التساقط اول حاجه بنلاحظها، التساقط بيقل كتير جدا في خلال اسبوعين من بعد الجلسه، ونبدا نحس بقى طبعا كثافه الشعر بتزيد من خلال من 6 اسابيع ل3 شهور تكون النتيجه الكامله بعد الجلسه. طيب في اماكن معينه للزراعه هذه ولا يعني مثلا هنا اوكي عادي لو تسويها لوحدها؟ هي ما تعتبرش زراعه عشان أوكي. ما نكون نقول ان الكلام مظبوط، هي ما تعتبرش زراعه، هي أوكي. تعتبر ببساطه خلايا جذعيه بناخدها من مكان في البصيله في فروه الراس قوي بنحطها في مكان ضعيف عشان نحفزها، مختلفه تماما عن زراعه الشعر. لان الزراعه انت بتنقلي بصيله كامله من مكان تحطيها في مكان تاني، ودي طبعا للحالات المتقدمه، يعني مش دي اللي هينفع معاها ابدا المايكروغرافتنج او الخزعات. دي معموله للناس اللي عندها صلع وراثي في الدرجات الاولانيه حتى بعض بس. البنات اذا جاهم تساقط فجاه بعد الولاده الحمل، اذا كان عند الهرمون بعض الاحيان مخربط،
طبعا فقد الشعر مع الحمل قصة تانية شوية، لأنه طبيعي مع أثناء الحمل في الثلاث شهور الأخرانيين بيبدأ الشعر بيوقف تساقط، وده حاجة نتيجة للهرمونات بتاعة الجسم. ست شهور من بعد الولادة في ظاهرة بتحصل اسمها تيلوجين أوفلوفيا، دي طبيعية جدا. كل الشعر اللي كان عامل ستوبينج أو فريزنج أثناء فترة الحمل بيبدأ يقع في الفترة دي. فكل الناس دايما هتلاحظ بعد المباشر بعد الولادة زاد تساقط الشعر بكمية كبيرة جدا، وهي حتى بتيجي العادة مخضوضة، يعني أنا شعري بيقع بطريقة كبيرة جدا. فاحنا دايما بنهديها ونطمنها ان ده طبيعي ولازم تستنى ست شهور. يعطيك العافية دكتورة، ما قصرتي. أهلا وسهلا، خليكم معنا بعد الفاصل.